سلام الله عليكم. ما عدنا والعود أحمد. أيها الرائعون أيتها الرائعات، جمجموا ولا تخمموا. عندنا اليوم 7 ديال الفقرات، كل فقرة تقدر تقول عليها مستملحة، تقدر تقول عليها من الغرائب والعجائب اللي ولينا كنشوفوا في القرن 21 عند الجارة المشرارة اللي جيت هوك، عند الأزلام ديالها، عند ما يسمى بالصحافة، عند ما يسمى بالمشايخ. إذن ما غنطورش عليكم، غادي ندخلوا اول مقطع وهادشي كله بالادله بالمقاطع ديال الفيديو. غادي نوريكم حتى مجيدو الصوته من اللي داواه في النظام السابق ديال بوتفليقه وداواه مجرور على ركابه، وغادي باش يديروا ليه الرقيه، غتحماقوا بالضحك وحقائق ماشي غير هضره وكلام. اذا غادي تشوفوا دابا اش واقع ما بين الجزائر وتونس، وهذاك الاعلان ديال السياسي والمحلل الجزائري اللي دار داك الروينه، داكشي ديال انها ولايه، تونس ولايه جزائريه. خلينا نقولها بكل صراحه، تعتبر تونس ولايه من ولايات الجزائر مهمه جدا. نضت الروينه، دخلت التويتر، دخلت الفيسبوك، لقيت التوانسه عرفتي راه طالع عليهم الدم ديال بصح، وحق لهم لانهم جاو تاهما مجاورين مع جاره مشراره. اذا هكذا تنكرت الجزائر للحقوق التاريخيه والتونسيه والمغربيه والموريطانيه. هذا الورم او هذا السرطان في المنطقه الافريقيه اللي اسمه جزائر. راه نسمعوا هذا المقطع ديال الفيديو باش نتذكروا ما معنى الحدود الحق اللي كان كيهضر عليها جلالة المغفور له بإذن ربي الحسن الثاني رحمة الله عليه. لنشاهد. فرنسا وهي تستعد لمئوية الاحتلال الجزائر، فأنت تأخذ قطعة شاسعة من صحرائنا التونسية تضمه إلى الأراضي الاستعمارية الجزائرية. ماذا حدث بعد استقلال الجزائر؟ لما خاطبنا الحكومة الجزائرية تنكروا لحقوقنا كما تنكروا لحقوق المملكة المغربية. كما تنكروا لحقوق المملكة المغربية. وهنا كنتذكروا دائما الصحراء الشرقية، بشار وتندوف، كاع ما استقطع من طرف المستعمر الفرنسي وحتى الإسباني لابد أن يرجع في يوم من الأيام ولو يعيو يدوخوكم سبتهم ليليا. ها لا احنا بغينا إن شاء الله الصحراء الشرقية أولا وقبل كل شيء، انتهينا من الصحراء الغربية المغربية، الصحراء الشرقية أولا. فيه مادة صريحة في دستور المملكة المغربية تتحدث عن الحدود الحقة للمملكة المغربية، حدود الحقة، ويعني هذا أن الجانب المغربي هو وحده الذي يقرر أين تبدأ وأين تنتهي الحدود الحق. لدينا اختلافات واختلافات جوهرية أو خلاف جوهري فيما يتعلق بالتوسعية مقابل احترام الحدود الموروثة عند استقلال كل دولة من دول المغرب. إلا كيقولوا لكم الجزائريين وأجيو إلا كنتوا رجال خذوها، قولوا لهم حنا خدامين، الرويدة ما واقفاش وحنا خدامين، والحمد لله الخرائط اللي كتوثق على أن المغرب كان إمبراطورية وعلى أننا لا نعترف بما أخذ منا الاستعمار وحنا خدامين وغاديين، ولهذا ما كاين لا خاوة خاوة ولا والو. إذا ديتوا أرضنا عداوة عداوة حتى ناخذوها بإذن الله، وعلى أن سبتهم ليليا جات في واحد السياق اللي هو طويل عريض. حنا كنا واخدين اسبانيا كامله تقريبا 800 عام، هادشي عنده تقريبا 500 سنه، ولكن ارى ناخذه بعد ما هو اهم، مع ان كل شيء مهم. ما نطولش عليكم، لو حافظ التوانسه على الحدود التاريخيه الحقه ديال بلادهم ما كانوش هاد ولاد الكراغله، يعني كنقصد ولاد واحفاد الاتراك والفرنسيين، ما كانوش يترجلوا عليهم دابا ويبداو كيخرجوا في هاد الكلام، والجزائريين ولا المسؤولين ساكتين. تونس ولاية جزائرية ساكتين، والسكوت كيتسمى إقرار، إقرار سكوتي، واضح؟ ولهذا كنشوفهم كيتضروا بزاف منهم، يعني على راسهم يجيدوا الصوتة. هذا تبون عرفتي شنو ملي كيسمعوا الحدود الحقة كيقول هذه ما الحسن الثاني، ومازال الآن كيقولها محمد السادس نصره الله. الحدود الحقة، رحنا ما كنهضروش على الصحراء اللي انتم زعما دايرين، هذاك راه غير صراع مفتعل، لا علاقة الصحراء في مغربها، الصحراء في مغربها، هذا هو الواقع. خلينا من المواقع ديالكم ووكالة الأنباء الجزائرية وداك المناوشات هنا ولا في الأمم المتحدة، هذاك نادر العرباوي ولا كيهيطر اليوم شي مصيبة غدا نهضر لكم على هذا الشيء، ولا واحد حمق في الأمم المتحدة، هذا الشيء عادي. والأمريكان والأوروبيين حتى هما باغيين هذا الشيء، هذا دائما باغيين تبقى واحد الحجرة في الصباط ديال كل دولة، دائما باغيين يكون شي صراع مفتعل عند كل دولة باش دائما يكون هما عندهم أوراق يلعبوا بها.
مع الدول اللي هي كيشوفوها طالعه، وهذا شيء عادي جدا، ولكن الحق واضح وبين للعالم، والواقع كيفرض وكيتبت على ان ما كاينش حتى شي علاقه لولاد الكراغله، لولاد النوطه في الهجينه، ولا العصابه ديال البوليزاريو بالصحراء المغربيه. واضح. اذا غادي نمشيو دابا مباشره وغادي نشوفوا وحده اللي هي يعني وحده يعني مع الاسف انا اسمحوا لي ما عندي ما نقول فيها، يعني هي باينه بنت تروطوار، باينه بنت 100 دينار مكمشه، ولكن ماشي مشكل حريه التعبير. قالت لك تونس بلد صغير، وهذه راه في قناه فضائيه، والمغرب ماله؟ المغرب غير مجرد ارض قاحله، المغرب ارض قاحله. لا محاله السيد ياس واش تقولها، واخا تكون حمقى، واخا تكون هذه ماشي غير هذه، واخا تكون بنت ما نعرف شنو هو مكمش الصبابط مليوحين في البيبان والداخل اكثر من الخارج، يعني فحال الديور ديال الكراغ، ولكن ما يمكنش توصل لهذا المستوى. لا وصلت، وغنوريه لكم بالمقطع ديال الفيديو. والجزائر تحت مؤامره الاعلام والصحافه. سمعوا معايا ثم نعود. نشوفوا تونس بلد صغير عندهم سياحه، نشوفوا المغرب ما عندهم والو، يعني قاحله عندهم سياحه، الجزائر عندها الصحراء، عندها الجبال، عندها هضاب، بحار، عندها يعني كلش. يقولوا انا ما على باليش، يقولوا انه كاين بلد بلا ما نقولوا تضغط انه الجزائر ما تخدمش السياحه تاعها. بلد بلا ما نقولوا، بلد هو كان بلد مجاور، عندهم الارض قاحله. المغرب راه هي الصحراء ومكاين راه قاحله، ما كاين والو. شي تصويرات المغرب المخرج الله يخليك، طيب شي تصويرات خفاف وانا كنهضر. المغرب قاحله ما فيها والو. المغرب اللي معروفه في العالم بالخيرات، خص غير المسيرين والمسؤولين يكونوا في المستوى، يكونوا وطنيين فعلا حقيقيين، هي اصحاب المصالح خصهم يتعرضوا للمحاسبه هادشي اللي خاص المغرب، ربط المسؤوليه بالمحاسبه، تطبيق الدستور، هادشي اللي خاص المغرب. العالم كيعرف على ان كلشي الخيرات كاين في المغرب. وهاد الكرغوليه كانت كتكلم في سياق الجزائريين كيمشيو يديروا الفاكونس ديالهم في تونس، وما كاينش فين تمشي في الجزائر. الجزائر مجرد كيف ما كتعرفوا نتوما كاملين، عمركم سمعتوا فيها شي بلاصه اللي الناس كيجيو وجهات العالم او وجهه؟ ما كايناش ناس، يعني ما الواد الحار عندهم والطابورات والرواين والمصيبه الكحله. ما علينا، الحقيقه العالم كيعرف هذا، بغير اللي بغى يتعامى. هنا كان السياق هو يمشيو هاد التوانسه، يعني الحدود، والتوانسه يستقبلوا الجزائريين، الجزائريين يمشيوا يديروا السياحه. هذا محلل تونسي، سمعوا شنو كيقول. وهذه علاش انا غنجيب لكم هذا المقطع، لانه حقيقه. سمعوا على سياحه الجياع، سمعوا. ايوه هذه السياحه القويه، ما السياحة القوية اللي يجيب لي مليون جائع يجوا ياكلوا أكل الشعب التونسي. مليون جائع من الجزائريين غادي يدخلوا، عرفتوا كيديروا لك شي ديال يا جوج وما جوج، وعاد في نفس الوقت كينشروا الفساد في الأرض. أنا يعني صراحة تونس الله يدير لكم شي تاويل ديال الخير، لأن داك الشيء اللي كيوصلني كثير بزاف كثير بزاف. إنسان يحاول يحافظ على العزة والكرامة ديالو، وحاولوا ما امكن ما تدخلوش هادو اللي كيجيو يدخلوا لكم الوسخ مع بعض الوسخ باش ينتجوا لكم الوسخ تما، فهمتوني؟ لا داعي لشرح الواضحات من المفضحات، لان الجزائري الهم ديالو الواحد دابا هو يمشي للطوابير يلقى الحليب ويلقى ما ياكل. والله العظيم هذه حقيقه، الهم ديالو ماشي هو السياحه، ويمشيوا المفسدون التونسي يفسدوا فيها. اذا نشوفوا هذا الكاريكاتير اللي هو ربما حتى هو في السياق. هنا كنشوفوا لسان حال الكرغولي وهو كيقول غدوه نوض بكري باش ندير لاشين، يعني الطابور، كي العوايد يعني بحال العاده، مي يعني مي زعما كيدخلوا فيها الفرونسي صحه، غاني مقلق، غاني هي راني مقلق على اش؟ على الماتش لازم يعاودوه، مي غاني. ولاد الحرام. ودابا غادي نمشيو للمقطع الخطير والعجيب والغريب الذي ينتظره الملايين. وصراحة أنا ملي وصلني هذا المقطع فهمت فيه بزاف ديال الحوايج. هذا مجيدو الصوتة باش ما نطولش عليكم، غادي نشوفوا في هذا المقطع وغادي على ركابيه، يعني يحبو على ركبتيه. وشكون اللي جرو؟ الرئيس السابق بوتفليقة. وبوتفليقة شنو كيقول لهذا الشيخ الصوفي؟ اش كيقول ليه؟ هو قرا عليه، تنتو مزيان المقطع، قرا عليه وتهلا فيه، راه ظريف. علاش كنقول لكم انا على ان مجيدو الصوت مجرد طرطور، مجرد واحد مستعمل، كلينيكس مستعمل، واحد مخرف ما عندوش العقل، واحد اللي هو الملك ديال الكذوب في العالم. المهم غادي نشوفوا المقطع ثم نعود.
هذاك بوتفليقه، هذا بوتفليقه واضحه إيه؟ وكيقول ليه شي وتهلا فيه تهلا فيه قرا عليه وتهلا فيه راه ظريف، باش تعرفوا على انهم كانوا كيوجدوا. وهذا الشيء هذا كيديروه الانظمه الديكتاتوريه، كيديروا دائما كيوجدوا بعض يعني في حال داك وجوه ليست حقيقيه، كتلقاها ويسميه لك باسم، مسميات لا تعبر عن الاسماء، مصطلحات بس، واحد هو في البترينه، المهم هو يكون يقدر يحفظ شي كلمات يقولهم. وماشي كاين غير هو، راه كاين بزاف ديال الرؤساء، وكاين بزاف ديال اللي جينا نشوفوا، كاين شي وحدين اللي كانوا كيدعيوا بحال معمر القذافي انهم عندهم الدكتوراه، وكيتكلم كانه سيغير العالم، وانه على انه هو مؤلف الكتاب الاخضر وملك ملوك افريقيا وعميد زعماء العرب، وما خلى ما عطى راسه في الاسماء. وفي الاخر انتم عرفتوا الخاتمه اول عاقبه للمتقين. دابا غادي نشوفوا واحد مقطع تا هو عجيب وغريب، كثير من الاحيان كنبين لكم المقطع ديال الشيخ الجزائري الشهير شمس الدين الجزائري، وكنقول لكم على انني كنعتمد انا على كلامه لانه ثقه عند السلطه الجزائريه، ثقه عند بزاف ديال الجزائريين، هو اشهر واحد. وملي كيقول هو وكيتكلم على الجزائر والعاصمه بوحدها فيها اكثر من 8000 دار مرخصه ديال داكشي، وعلى انهم كيولدوا هكا في الزناق وداكشي مشتت فين ما مشيتي، ولاد الشينوا ولاد الكوريين ولاد الايرانيين، فهذا ماشي كلامي انا، هذا كلامه هو، كاينه ولا لا؟ دابا غادي نجيب لكم هذا الشيخ هذا وهذا المقطع، وانا كنقول من البدايه اللهم لا تؤاخذنا بما يقول السفهاء منا، انتم غادي تصمتوا الكلام وغادي تعطيوا الراي ديالكم سبحان ربي العظيم، وغتقول واش هذا الشيخ فعلا يستحق الاحترام ولا واحد من المتاجرين بالدين كيضحك على وحدين اللي هما سفهاء، شي وحدين اللي هما اصلا يعني عارفهم هو كيف ما كيقول هو، وكيصرح مرارا على انه مجرد لقطاء جايين من الخبر فراسكم. واش كي انا ما نطولش عليكم كثرة الهضرة، شوفوا الفيديو ثم نعود. رأيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بضعة سنين، جاءني في المنام أن سيدنا رسول الله جاء ليزور الجزائر في المنام، قالوا لي أو جاء رسول الله يزور الجزائر، فأنا خرجت من بيتي وبديت نبحث على سيدنا رسول الله من مسجد إلى مسجد ومن مسجد إلى مسجد، حتى دخلت إلى مسجد الإمام العربي تبسي في الحمة في بلوزداد، وين أنا كبرت وتعلمت، فلما رأيته عرفته، ولكن وجدت الناس ماشي عارفينه، هو مضى رجليه وجلس والناس لا يعلمون أنه رسول الله. جيت من أمامه وابتسمت وابتسم إلي وجلست أمامه عليه الصلاة والسلام، فقلت له يا رسول الله واش جيت تدير في الجزائر؟ هذا السؤال بالدرجة، يا رسول الله واش جيت تدير في الجزائر؟ واش قال لي؟ والله الذي لا إله إلا هو. قال لي جئت لأنشر القرآن، والله هكذا قال لي جئت لأنشر القرآن، وهذه علامة على أن الشعب الجزائري لن يتخلى عن القرآن ورسول الله يعلمه. ما كاين غير المستشبحين تما عندكم أودي الشيخ، ما كاين غير كاين غير راه فهمتوني، ما كاين غير ما بين ما هو رجل ما هو امراه، والثانيين في العالم شي اللي كاين اودي الشيخ، ما كاين لا قران لا والو. الرسول فابتسم في وجهي وقال لي، وانا نسولو شوف ولد الاخ ما بغيتش نقول شي كلمه، قال لك وانا نسولو علاش جيتي الجزائر يا رسول الله، ولا لنفرض انه رسول صلى الله عليه وسلم حاشاك يا رسول الله مما يقول السفهاء الخبثاء اللقطاء، غادي تقول لي علاش جيتي ولا اش جابك للجزائر؟ واش هذه يا ولد الحرام من الادب اللي كتقال مع سيد الخلق اللي تصاريتو عليه هاد الايامات بزاف، ولكن انت من بكري هذه تصارت هاد الايامات، انت راه سابقهم، اش جابك للجزائر ولا علاش جيتي؟ انت تسولوا قبح الله وسعياكم. شفت اليوم والله ما والله ما قدرت اخوتي باش ننشر لكم واحد الكتابه كتبوها في الجزائر تما، واحد الجريده اللي كيدعيوا على ان الوحي نزل وقال لك بالادله نزل في الجزائر، وعلى ان داك الشيء ديال العمامه اللي كان كيدير النبي صلى الله عليه وسلم كاينه في الجزائر تما، عندهم غير داك سميتو اللي كيديروا على راسهم والخيرات وداك الشيء اللي ذكر او اللي وعد بها الله عز وجل ابراهيم الخليل، فما كايناش في السعوديه، قال لك فينا هي الخيرات، كل الخيرات كاينه في الجزائر. شي كلام صراحه الا كان شويه فايت على الحد والقانون كنقول راه صافي بلاش منه. اذا غادي نمشيو دابا الى مقطع اخر اللي كيثبت على ان راه ماشي غير الشيخ، ماشي غير
فملي كيكون الأب ضارب للطبل كيف ما قال الشاعر، إذا كان الأب ضاربا للطبل فلا تلومن الأبناء على الرقص. فملي تسمع مجيد الصوتة كيقول مليون ونص لقيط، ومن بعد كيولي كيقول خمسة ديال المليون وستمية وثلاثين ألف، يعني بالحرف بالنقطة بالفاصيلة الضبط عند مجيد الصوتة، هنا كتعرفوا بروفيسيونيل أو لا بروفيسيونيل في الكذوب. إذا نشاهد ثم نعود. ولما نقول شهداء 5,630,000 شاهد، 5,630,000 شاهد. السلوكية قاصحة شوية، خصها الدكة ضروري. عطينا ملي كتسمع مليون ونص وتسمع عرفتي راه الراس ديالك يحبس، وخاصة الكلام ما كيجيش من بوك بورن نقولوا كيضحك ها مع الشعيبيه ولا شي واحد، ولا خي احمد القوق مسكينه كان في البلاد عندنا مرفوع عليه القلم مزيني، كان هكا كندوزوا به الوقت ايام يلاه ما كاين ما يدار، السن ديال 16-17 عام كندوزوا الوقت فهمتي، ما كاين ما يدار، ما كاين لا انترنيت، ما كاين والو، كنمشيو نقلبوا على خي احمد القوق باش يكذب علينا، كندوزوا الوقت. ولا كان باقي في الحياه ولا كان هذيك يسمح ليا، تحياتي من هذا المنبر. المهم هذا كنشوفوا رئيس دوله، كنشوفوا وحدين كبار، وحدين كيقولوا صحفيين اعلاميين، وكيجيبوا ضيوف اللي كيعطيوهم اسماء اسماء قدها قداش، القاب صفات قدها قداش، ولو اننا نعلم ان المسميات لا تغير من حقائق الاشياء، وحقيقة الشيء هو أن الكرغولي غيبقى ديما كرغولي، لأن كن من شئت ولكن الأصل ديالك كيبقى هو الأصل، كن من شئت واكتسب أدبا، ولكن كن من شئت وتظاهر كيفما شئت، ولكن تبقى جدك نعرفه، واللي تعرف به جدو ما يهمك ولدو، وولد الفار ما يخرج غير حفار. إذا غادي نمشيو إلى مقطع آخر وغتقولوا لي أنتوما، لأنه كثر الجدل على هاد اللقطة ديال السيسي غير هاد اليومين، حنا كنقولوا أنه كيقصد الجزائر وكيقصد البوليزاريو، ونايض واحد الجدل كبير في السوشيال ميديا ما بين المثقفين طبعا، وما بين كيقول لك لا، والكراغلة كيقول لك لا راه كيقصد أمريكا، وها كيقول لا كيقصد السعودية، لا كيقصد. نشوفوا هذه اللقطة وانتم قولوا لي الله يخليكم نسمعوها بهدوء. وأشدد في هذا السياق على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة. وأشدد في هذا الصدد على أن مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والأخاء والمساواة هي التي تحكم العلاقات العربية البينية. فغادي نشوف هنا غنعتمد على الفهم والتحليل ديالكم، مع أنني كنشوف أنه الخطاب ديال السيسي واضح، وعلى أن دولة جا زائر أنها غادي للهوية وإلى الهلاك، شوية غادي تعيش العزلة الكاملة، من بعد حتى لك الطاليان غادي يدي الغاز اللي يبغى وغادي يقلب، روسيا غادي تقلب إن شاء الله، إلا هي وإيران اللي غادي يبقوا، هي وإيران والشيطان الرجيم، ربما غيطلعوا الشياطين ديال مثلث برمودا هما اللي غادي يجيو معاهم. ولأنه هو صراحة أنا هذه غير غنقولها تقدروا ما تتفقوش معايا، تصويرة ديال الشنقريحة فاش سميتو بالوطواط، عندك التصويرة ياك نعمس، هاد التصويرة هادي مع التصويرة وريهم التصويرة ديال عمهم إبليس ها. وهنا إلا رجعتوا للكتب التاريخية القديمة تصور ديال مسيلمة الكذاب كتلقاو العائلة كاملة مجموعة ومجيد الصوت بسخوط جاو دخل بيناتهم إن شاء الله لا دنيا لا آخرة. المهم نكتفي بهذا القدر الإخوة والأخوات الكرام، نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، إلا نال الإعجاب ديالكم جمجموا ولا تخمموا، وبعد ذلك بارطاجيو إلى عندكم صحابكم خوتكم في الواتساب، ومطبيعة الحال إلى كان عاجبكم الفيديو. كان معكم حبيب الجماهير في هذا الفيديو، وإلى هنا تنتهي حلقتنا حتى حلقة الغد إن شاء الله، إلى اللقاء. المغرب سيظل في صحراء والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والمغرب سيظل في صحراء والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.